أهلا بكم أحبائي في سلسلة من دروس نحو العبرية الكتابية. الحلقة بتاعتنا النهاردة هي الحلقة السابعة، وهنكمل فيها مع حضراتكم مناقشة ومشاركة الدرس الرابع بعنوان من قواعد القراءة. مش هقدر أراجع اللي فات، راجع أنت للحلقة اللي فاتت. احنا خلصنا ثلاث نقط رئيسية. خلينا نتكلم في رابعا علامة المفعول به المباشر، ودي مهم جدا تاخد بالك منها وانت بتعمل وانت بتقرا النص العبري. هناخد نص بقى بالحركات الكامله مع بعض. النص ده ماخوذ من سفر التكوين، براء الوهيم ات هالشمايم. براء يعني خلقه، الوهيم الله، ات فين ترجمة إيت؟ سامع حد بيقول لي الألف لام؟ لا، إيت مش ترجمة ألف لام. هالشمايم، الها دي هي الألف لام، وشمايم يعني سماوات، يبقى خلق الله السماوات. طب إيه موقع السماوات في الجملة دي؟ إيه الموقع بتاعها؟ مفعول به. فإيت دي محطوطة زي ماركر، علامة تقول لي خد بالك الكلمة اللي جاية بعد مني هي المفعول به في الجملة. تقول لي يعني مهم قوي، انا اللي ما عندهمش علامات للمفعول، او يعني ما عندهمش علامات للنصب والرفع والضم. طبعا واحد بيسأل بيقول يعني هتوقع في علامة للضم؟ لا مفيش، هي علامة واحدة بس للمفعول به. علامة للكسر، علامة للفتح؟ لا، هي علامة واحدة لتحديد، وكمان تحديد ايه؟ المفعول به المباشر. لازم تاخد بالك من كلمة مباشر. وكمان في جزئية تانية في العنوان، المعرف. وممكن المفعول به المعرف ده يبقى معرف بالإضافة، او ممكن يبقى معرف لانه اسم عالم ذات، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، او معرف لانه اسم عالم مكان، حران، كناعا، مصرايم. يعني لازم مفعول به ومعرف ومباشر. وفي كتب بتسمي العلامة دي the definite of the direct object، يعني بتسميها DDOM definite direct object marker. يعني في كتب انجليزي بتحط لها الاختصار ده DDOM. فمهم قوي. طب نشوف المثال الثاني، فيشمعوا ات كل ادوناي. فيشمعوا ات كل ادوناي، انا بقرا بسرعه لاني بفترض ان حضرتك اتدربت على الدروس اللي فاتت، انت تجيد القراءه الان فيجب ان تقرا معي. فيشمعوا ات كل ادوناي، فين العلامه؟ العلامه ات اللي جت في المثال الاولاني جت ات في المثال الثاني. العلامة ايه اللي جت في المثال الاولاني بشكل منفصل؟ جت مرتبطة بشرطة افقية قصيرة في المثال الثاني. الحركة الطويلة سيري اصبحت قصيرة سجول. ماذا حدث؟ لما ايه شبكت بالشرطة دي حصل، بدل ما دول بقى اصبحوا وحدة كلامية واحدة. في الحالة دي القارئ العبري يحاول يأثر الحركات، فالصري كسر ممال طويل، فيأثروا الأقرب حركة له تبقى كسر ممال قصير، فيتحول من صري إلى سجول. لكن هي نفس العلامة. سمعا على آدم وحواء صوتا، لأن كل هي المفعول به، عشان كده حط عليها فتحة، والرب مضاف إليه. يبقى لازم ناخد بالنا واحنا بنقرا النصوص العبريه من علامه المفعول به. هل العلامه سؤال معاني اخرى؟ بصراحه ساعات ات بتيجي حرف جر بمعنى مع او عند او ليه، وليها دلالات، بس احنا مش هناخدها دلوقتي. طيب، وعرفنا الفرق ما بين العلامه في المثالين، ننتقل إلى نقطة أخرى من قواعد القراءة.
وهي النقطة خامسا المقيف. ايه المقصود بالمقيف؟ انا شاورت عليه بس ما قلتش اسمه. هو شرطة افقية تربط لفظتين معا وتخليهم وحدة كلامية واحدة. فمثلا الرب جبل صنع الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم الهأدم في مقيف. طب المقيف ممكن يربط كم كلمة؟ ممكن يربط كلمتين هم في المثال الأول والتاني. ما بشعي بشعي بتفكرني بشاعة، بشع يعني ذنب. يعقوب وهو بيكلم لبان بيقول له ما ذنبي؟ لما بتجري ورايا ليه؟ ما بشعي اتربطت بمقيف، دي أداة استفهام وده حرف جر. طب ممكن مقيف يربط ثلاث كلمات؟ اه ات علامة مفعولية، كل يرك عاسف، كل عشب أخضر. طب فين ات؟ ما ترجمتش ليه؟ يا حبيبي علامة المفعولية ملهاش ترجمة زي ما قلنا، دي مجرد كلمة بتقولك ان اللي بعدية هو المفعول به، فلا يتم ايه ترجمتها. لما تكون علامة ما يتمش ترجمتها، يبقى كل ده المفعول به. اوعى في الاسئلة لما اقولك ما وظيفة ات تقول لي دي المفعول به يبقى تاخد صفر على طول، لكن لو قلت علامة المفعول به تاخد الدرجة. طلبة بيتضايقوا مني قوي في الله، احنا قلنا علامة مش هي المفعول به. طيب اللي بعده ممكن انت تربط اكتر، بص كم كلمة، واحد اثنين ثلاثة اربعة مع سرعة القراية. طب والواو الاولانية دي واو العطف زي العربي، في ات كل اشير له المترجم وكل ما لا ما كان له. طب عايز اقارن النص العربي بالعبري، الواو موجودة، طب فين ات؟ ما تترجمش، قلنا ربع اربع مرات ليه؟ لانها علامة مفعول به، فابتدى بايه؟ بكل. اشير اسم موصول بمعنى الذي او ما. طب فين كلمة كان؟ مش موجودة في النص. ساعات المترجم يحط كلمة كده الايه للتوضيح مش اكتر، فمش عيب. ما يعني ما نفتريش على الفندق، الفندق ده مش دقيق، زود كان والمفروض ما يحطش كان. لا، في حاجات كده بنسميها زوائد في الترجمة، إذا كانت هتوضح المعنى حطها، دي ترجمة. لكن لو هتخل بالمعنى في الحالة دي يبقى فيه إيه؟ كلام تاني. سابعا نقف بقى عندها شوية، هنقف شوية، حاجة اسمها المكتوب والمقروء. هنا في شغل بقى، نركز مع بعض. كتيف ده مكتوب، كيري مقروء. كتيف وكيري دول كلمتين آراميتين مش عبريتين. عشان نشرح النقطة سابعا انا هفتح اسمحولي ملف بي دي اف تاني موجود في تسنية 22 من عدد 15 ل 29. بيقول إذا اتخذ رجل امرأة، النص بادئ بالكلام امرأة جاية امرأة في النص العبري، وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رديا وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، يأخذ الفتاة أبوه، الفتاة الفتاة هنا هي المفعول به، أبوها وأمها. كان ممكن المترجم يقول يأخذ أبو الفتاة وأمها، كان ممكن تمشي الترجمة كده، ويأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها إلى آخره. تعال نشوف النص بالعبري من عدد 13، بص معايا كده عشان بنشرح الكتيف والكري، المكتوب والمقروء. ك
كي كاح إيش إشا يعني ينتخذ رجل امرأة. طبعا إيش إشا أنا بنقرأ بسرعة، أنتوا بتقروا معايا دلوقتي بعد الحلقات اللي حضراتكم سمعتوها. وفا إليها يعني دخل إليها أو عليها، وأو سنئة وأبغضها، فشملة علي لوت دفريم نسب إليها أسباب إيه كلام، لغاية لما نوصل للعدد 15 اللي هو ويأخذ الفتاة أبوها وأمها فيلكح أفي هنعرا. بص على كلمة هنعرا دي اللي هي يأخذ الفتاة أبوها وأمها، الفتاة طبعا اللي هي مفعول به، مكتوبة ايه في النص؟ ها ده التعريف، نون عين ريش، كلمة نعر دي معناها صبي مش صبية، كلمة نعر دي معناها صبي مش صبية. لكن السياق بتاع الكلام بيتكلم عن مين؟ زوجة واحد اخدها نسب ليها اسباب كلام وقال انا مش ملقتهاش بكر، ونسب كلام وحش على العذراء في اسرائيل، الكلام ده عيب. فيعمل ايه؟ ابو الفتاة وامها بيروحوا يدافعوا عن حقهم وشرفهم، تمام؟ فبيقول لما بياخد ابو الفتاة وامها البنت، البنت جات ايه؟ صبي. فالراجل المصوري، لان الكلام ده بحسب اخر مخطوطة وصلت لنا في النص العبري، مخطوطة لينينجراد، لقى الكلمة مكتوبة ايه؟ هالنعر. كان ممكن يحط الهاء يخليها نعرة وتخلص، يعني هي النعرة يعني مش مشكلة، لكن هو أمين في نقل النص، ساب حروف الكلمة مكتوبة زي ما هي وأعاد تشكيلها، لأن هم عارفين علامات التشكيل من وضع المنصوريين، لكن حط علامات تشكيل تخليك تقرأ الكلمة بدل ما تقرأها نعر بمعنى صبي وانت بتقراها بالتشكيل تقراها نعرا. يبقى التشكيل ده هيدي قراءة للكلمة بحسب تقليد القراءة الموروث عند الماسوريون. طب وعمل ايه كمان؟ حط عليها دايرة من فوق. وعمل حاجة كمان، لما بص في الهامش الرأسي يسار النص في الصفحة دي هلاقي ان الكلمة اللي هو اعاد تشكيلها، الكلمة اللي هو اعاد تشكيلها اعاد كتابتها في هامش النص وحط تحتها حرف القوف، قالك الكلمة دي كيري المقروء بتاعها هنعرا. يبقى انا اتعلمت حاجة في النص العبري اللي شكله مرعب، ان انا لما هشوف دايرة على اي كلمة من دول لازم اروح للهامش الرأسي يمين او ايه او شمال، ممكن الكلمة دي تبقى ايه كنص ليها شكل في النص المكتوب ولكن كقراءة تأتي بنص مقروء. ده يقول لك ايه عن الجماعة الماسوريين؟ يقول لك ان هم عندهم امانة شديدة جدا جدا في نقل الايه النص. طب هل حكمهم صح؟ بصراحة السياق النص في تسنية 22 من 15 أو من 13 لغاية آخر الجزء دوت ماشي مع القراءة. في بعض الأحيان المكتوب والمقروء مفيهوش مشكلة، بتبقى مشكلة بسيطة زي كده بنعرف منها أن المصريين أمنا، لكن في بعض الأحيان بتتعلق الكلمات بكلمات فيها اتنين أوبشن يعني في التفسير يدا يدا، لدرجة أن ممكن ترجمات تتبنى النص المكتوب وما تاخدش الايه المقروء. طبعا لما هتيجي تدرس كتاب مقدس بعد ما تدرس عبري هتبقى قادر على تقييم كمان الترجمات، انت مش هتقيم بس النص. يعني انا لما باجي ادرس نص بشوف السبعينية قالت ايه والسريانية والارامية والترجمات، وبشوف بقى الترجمات الانجليزية عندي بتاع 20-25 ترجمة بعد ما خلصنا المكتوب والمقروء
ثامنا من قواعد القراءة شوية حاجات خاصة بالاسم التنزيه يهوى. الاسم ده فعلا هو اسم الإله الشخصي لإسرائيل، وكل منطقة جغرافية في العهد القديم كان ليها إله كبير وكانت بتسميه باسم. محدش في المناطق بتاعت كنعان سمى الاسم يهوى غير الشعب العبراني، وما سماهوش في مكان معين، ده سماه أثناء الترحال، لأن الاسم ده استعلن لموسى في جبل سيناء. فبنسميه الاسم الشخصي لإله إسرائيل. الاسم ده محاط بهالة من القدسية رهيبة، وحتى الرب لما استعلن نفسه لموسى قال لموسى أنا الرب الإله القدير، ظهرت للآباء، لكن باسمي يهوى لم أعرف عندهم. وبصراحة أنا مش عارفين إيه اللي يقصده الرب بالكلام ده، هل الاسم نفسه ما كانش معروف، ولا الاسم كان معروف ولكن ما ينطوي عليه الاسم من طبيعة إلهية كائنة وكلية الوجود وفادية ومنقذة ومخلصة وبتتعامل مع أمم وشعوب الآباء ممكن ما يكونش وصل لهم الإدراك الكبير في طبيعة الاسم نفسه. مش هخش في موضوع تفسير، لكن أنا عايزك تعرف أن الاسم يهوى هو الاسم الشخصي لإله إسرائيل، وده ما يقللش من قيمة الأسماء التانية، وبصفة خاصة إيل، إلوهيم، الواه، التلات أسماء دول أو بالأرامي إلا، يعني ليهم أهمية كبيرة جدا. لكن في ناس اليومين دول يقول لك المفروض المترجم بتاع الفان دايك لما يشوف يهوى يحطها يهوى، لما يشوف إلوهيم يكتب إلوهيم، وفي ناس بتقول كلام أكتر من كده، بتقول الله إله العرب في شبه الجزيرة العربية اسم إله وثني قبل ظهور الإسلام، فما فيش داعي نستخدم كلمة الله دي إطلاقا. يا حبيبي ما تنساش إن احنا قلنا في different location، كل منطقة كان لها إله، والإله الكبير كان له إيه؟ اسم. وما تنساش إن الجزر إلهيم قريب جدا من جزر إيه؟ الله، ألف لام هي، وبالأرامية الله، وكمان في اسم جه 50 مرة في أيوب إلوا، قريب جدا من كلمة الله، فأنا ما أقدرش أستبعده. وكونه يبقى موجود معناه إنه له جذور قبل كده، فأنا مش عشان اتعبد أو استخدم استخدام سيء أروح إيه؟ أفرط فيه. احنا مش كده، دي مجرد ترجمة. فانا شايف الواو الوهيم وإيل وإلا اسماء قريبة الجزر من الله. في واحد بيقول لي كمان في كلمة عبرية اسمها الا بمعنى لعنة، قلت له ماشي ده جزر تاني مختلف، هي قريبة من الجزر بتاع الله، لكن ممكن نقول الجزر ده ارتبط باللعنة ليه؟ لأن في العهود القديمة وتسابونا لما بنتقايد بعهد مع الرب مع الله، والشخص المرتبط بعهد يكسر هذا العهد، هو بيحط نفسه تحت اللعنة. فالاسم في حد ذاته لا يعني اللعنة، ولكن الاسم ارتبط شوية باللعنة نتيجة كسر العهد مع الله، لكن مش معناها لعنة خالص. طيب جماعة اليهود بسبب قدسية الاسم ما بقوش يقروا الاسم، وفي زمن المسيح كفوا عن نطقه لدرجة ان احنا مش عارفين اذا كان نطقه يهوى ولا مش يهوى. بصراحة احنا ما نعرفش، احنا بنعتمد بس على التشكيل اللي حطه المزوريين. طب بينطقوه ايه؟ اول ما يشوف الحروف الاربعة، على فكرة الاسم ده اسمه باليوناني تيترا جراماتون، الحروف الأربعة، بينطقوا أدوناي، فيبقى عندي المكتوب أدوناي، سوري يهوى،
وفي الهامش المقروء المفروض يكون ايه؟ أدوناي. مردوش يكتبوه برضو في الهامش، اعتبروا بس القراية الشفوية مقروء دائم ودون أن يكتبوا القراءة في الايه؟ في الهامش. طب افرض واحد بخاطب واحد سيدي، احنا بنقول لقداسة البابا سيدنا، كانوا وعبادية قال لي سيدي إلي، وهارون خاطب موسى بسيدي، والرسل كانوا معتبرون أعمدة يعني أسياد، ها؟ لا تستخدم أدوني، ما تستخدمش أدوناي. يعني لو خطبت ملاك أو نبي أو حد من البشر تقول له إيه؟ أدوني. طب مع الرب تقول له أدوناي. طيب الاسم يهوه ساعات يجي قبل منه أدوناي، طب هيعمل إيه بقى صاحبنا؟ هيقول أدوناي أدوناي؟ راحوا مغيرين تشكيل الاسم بحيث تقرا الاولى ادوناي والثانيه تقراها الوهيم، فبقت الوهيم مرادف ليهوه في القرايه. يعني ممكن يهوه يتنضى الوهيم من القارئ العبراني المصوري. امتى؟ اذا جه قبل منه ادوناي، ساعات تيجي السيد الرب فتقرا الاولى ادوناي والثانيه تقراها ايه؟ الوهيم. الاسم ده ساعات بيجي بشكل مختصر اللي هو ياه، جه حوالي 50 أو 70 مرة في المزامير في كلمة هللو ياه، لأن ياهو يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. طيب نخش على الترجمات الإنجليزية. لما بيجوا ترجموا يهوى بالإنجليزي الحروف الأربعة، يا رب بقى الكتابة تكون شغالة، نمسح دي ونشغل الكتابة، يترجمها بحروف إنجليزية كلها كابتل. فأول ما تشوف أي نص إنجليزي الحروف كلها كابتل اعرف إن الأصل يهوى. لو لقيت إل كابتل والباقي سمول اعرف إن الأصل أدوناي. لو لقيت لورد كلها سمول اعرف إن الأصل كله أدوني، وخطاب من واحد لواحد أو من شخص الملاك أو من شخص النبي. طيب في اليوناني لما جم يترجموا الاسم يهوه في اليوناني في الترجمة السبعينية من عبري اليوناني ترجموه كيريوس، ترجموا الاسم كيريوس، فبقت يهوه الترجمة كيريوس. طب وإلهيم ترجموها ثيوس. فكل ما تشوف كريوس في اليوناني اعرف انك بتتكلم عن مين؟ عن يهوى. طب العهد الجديد لما يجي يترجم كلمة الرب عن شخص يسوع المسيح، عارفين وصفوه بايه؟ مش بسيئوس، وصفوه بالاسم الاعظم، باسم الله الاعظم، الاله الشخصي لاسرائيل لاكثر من 1500 سنة، وصفوه بالاسم يهوى كريوس. والرب يسوع لما كان بيقول أنا هو، في نوعين من أنا هو، في حاجة اسمها أنا هو بريديكت يعني تحتاج خبر، أنا هو نور العالم، أنا هو كذا، وفي سبعة أنا هو بنسميها أبسوليوت أيامز مفيش وراها خبر. إن لم تؤمنوا إني أنا هو يحصل إيه؟ تموتون في خطاياكم. أنا هو فلا تخافوا. ده هنا الرب يسوع بيستعلن اسم الحضرة الإلهية، الاسم الشخصي لإله إسرائيل. في ناس بتتهم المسيحيين أين قال الرب يسوع المسيح أنا الله في الكتاب المقدس، لأن السائل عنده اسم الجلالة واسم التنزيه الله فقط، ومش قادر يدي فسحة من الوقت إن اسم التنزيه أكتر من اسم في الديانة الأخرى. عندنا أدوناي، عندنا يهوى، عندنا إلوهيم، عندنا إيل، عندنا إلوا، عندنا إلوا الله بالأرامي، ها؟ والاسم اللي خلعه الرب يسوع كان هو الاسم الأعظم يهوى. طبعا في إحصاءات في الكتاب ونقاط دقيقة جدا ممكن أنت ترجع لها إذا كان الكتاب عندك، وفي تكرارات
يهوى جه كم مره، الهيم جه كم مره، ارجو ان انت ايه ترجع لها. في الدرس الرابع حضرتك هتقرا قصه الخلق الثانيه، في قصتين للخلق من 2:4-25. الاصحاح الاول والثاني من سفر التكوين بيعلنوا لنا مقاصد الله في الخليقه. مين شاطر يتوقع يقول لي مفردات الدروس اللي جايه بعد كده هتبقى تكوين كام؟ برافو، انا سامع ناس بتقول تكوين 3. هنقدر نفوت قصه السقوط؟ لازم نقول السقوط حصل ازاي في الطبيعه البشريه. شكرا لحسن استماعكم، القاكم في حلقه قادمه من دروس نحو العبريه الكتابيه.